انت ولا انت على بالي بلي عندكم اسم صغيره وما تلحقوش باشيلو شومبرا شابه، على بالي بلي تسكنوا في طرف الدنيا وما تقدرش تجوا عند محلات اثاث ثقه بالقليعه باش كومونديو لا شومبره تاعكم. عند اثاث ثقه لا يوجد مستحيل، دلالكم رومي شباب في هاد لا شومبره 34 بورت اللي كانت 16 مليون و800 ورديناها لكم بشحال ب 13 مليون و800 انا عمي 13 مليون و800 وزيد فوق هذا تقدر تكوموندي في دارك يعني لاقد في الكونفينمون ولحقوا لك حتى للدار امونديا. هو تزيد فوق هذا نخليكم تكتشفوا هاد لا شومبر 34 بورت ونعاودوا نولوا فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة ثانية من صفحتكم صفحة أثاث الثقة، هذه الصفحة الأولى التي تهتم بعالم الأثاث في الجزائر. وكما عودتكم أثاث الثقة دائما بالجديد، واليوم جبنا لكم هذه الغرفة العصرية تحت اسم ترون كاتبورت. هذه الغرفة التي تحتوي على زوج بيبان كوليسونت وزوج بيبان أوفرونت كما هو موضح في الصورة. الطول تاع هذه الغرفة 2.53 متر، العرض 53 سنتيمتر، أما في الارتفاع 2.36 متر. وهذا دليل على أن الغرفة تاعكم ما راهي كبيرة بزاف وما راهي صغيرة بزاف، ورايحة تجيكم في أي بلاصة تحطوها فيها. الغرفة مصنوعة بأحدث الوسائل المستعملة في سوق الأثاث، مصنوعة من الخشب الأحمر البواروج وبأياد جزائرية التي تعطيها طابع جميل وجميل جدا. أما هذه الباب اليمنى تاع الغرفة تاعنا، الباب اليمنى كما الباب اليسرى كما هو موضح أمامكم في الصورة. أما في الجهة الوسطى تاع الغرفة تاعنا فيها دو بورت كوليسونت كما هو موضح أمامكم. المراية تاع الباب تاعنا مخدومة بلانسيزيون وتدي 70% من مساحة الباب. عندك موتيف على شكل مقروطات صغار كما راه موضح أمامكم في الصورة. ومن تحت عندك دو تيروار، هاد لي تيروار كيما راكو تشوفوا فيهم بزاف عراض وبزاف واسعين ويكفوكم باش تحطوا اللوازم تاعكم اكثر واكثر. اما الجهه الفوقانيه عندك مرايه فيمي كيما راكم تشوفوا فيها تجي فوق الموتيف تاع الباب كما هو موضح امامكم في الصوره. كذلك الغرفه تحتوي على دو سبوت اللي يعطوا صوره بزاف شابه في الليل. وفوق لو تاع الغرفة تاعنا عندك هذا التاج الجميل المصبوغ باللون الذهبي. نروحوا للهيكل الداخلي، الغرفة فيها طروائز طاجر على اليمين وطروائز طاجر على اليسار. أما في الجهة الوسطى الأولى عندك ربع إزيطاجير كما هو موضح أمامكم. هذه إزيطاجير كبار كما راكم تشوفوا، يعني يكفيكم باش تحطوا دوزانكم خير وخير. اما في الجهه اليمنى الثانيه عندك ايطاجير واحده وعندك لاترانك وين تحط حوايجك انت ومرتك. واش حسبلكم خلاص هاي نروحوا نكتشفوا اللي تاعها. السرير تاع الغرفه تاعنا اللي فيه 1.60 متر على 1.90 متر في الطول، هذا السرير اللي مصنوع بطريقه جميله وجميله جدا كما هو موضح امامكم. يعني نزيدوا نتقربوا للسرير اكثر فاكثر باش نشوفوه عن قرب. السرير مصنوع بالكابيتوناج، الكابيتوناج اونتي طاش يعني اي طاشه ولا غير بلانجات تتنحى. كذلك السرير يحتوي على تاج مكمل للتاج تاع الغرفة تاعنا، والمسافة بين الطاب دنوي الأولى والطاب دنوي الثانية 302 سنتيمتر. وهذا التقسيم تاع الكابيتوناج تاعنا اللي مقسوم بطريقة جميلة وجميلة جدا. وكيما شفنا لولي تاع لاشومبر نروحو نكتشفو هاد لي دو طاب دنوي. والآن نقتربوا لطاب دنوي تاع الغرفة تاعنا اللي فيهم 58 سنتيمتر في الطول و 37 سنتيمتر في العرض. لطاب دنوي تاعنا اللي يحتوي على تاج، هذا التاج مكمل للجروندوسي ومكمل للغرفة تاعنا يعني للخزانة كما راكم تشوفوا فيها. وهذا هو التيروار تاع لطاب دنوي تاعنا كما راهو موضح أمامكم، بزاف واسع وبزاف عريض. وبعد ما شفنا لطاب دنوي نروح نكتشفوا هاد لاكوافيز. لاكوفيز تاعنا كما راكم تشوفوا فيها كذلك تحتوي على تاج، هذا التاج مكمل للتاج تاع الخزانه والتاج تاع الجروندوسي وتاع لطاب دنوي تاعنا. كذلك لاكوفيز تاعنا تحتوي على لولات في المراه كما راكم تشوفوا فيه امامكم. لاكوفيز تاعنا بزاف شابه وبزاف عريضه، فيها طروه تروار كما هو موضح امامكم. هاد لي تروار بزاف عراض وبزاف واسعين ويكفيكم باش تحطوا دوزانكم وتحطوا كل الامتعه تاعكم ويكفيكم بخير وخير.
وبعد ما شفنا لا شومبر مع بعض جيت نذكركم ونقول لكم بلي هاد لا شومبر راهي رميز، يعني راهي بروموسيون. بعد ما كانت 16 مليون و800 برك دوكا راهي 13 مليون و800 برك، يعني نقصنا لكم 3 ملايين. وزيد فوق هذا عندنا دو بارك بروموسيون، الاول فيه ماطلا دي 30 سيمي كوفري بورتمونتو بوف مسند زوج مخايط ب 3 ملايين ونص برك، وعندنا باك بروموسيون اخر فيه ماطلا دي 25 سيمي كوفري بورتمونتو بوف مسند زوج مخايط ب 3 ملايين برك. واللي حاب يحجز ولا يستفسر يتصل بنا على الرقم اللي ظهر اسفل الشاشه، او يتلاقى بنا على حسابنا على الفيسبوك او قناتنا على اليوتيوب او حسابنا على الانستغرام. كان معكم الاخ سليم، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.